وتعليقا على نسبة المشاركة المتدنية للتشريعيات في تونس، نتابع هذه التصريحات للمحلل السياسي التونسي غازي معلة، كان معنا في نشرة سابقة. شاهدها الساحة السياسية والمجتمعية في تونس هذا التسونامي بهذا العزوف الكبير لأكثر من 90% من الشعب التونسي أو من له الحق في التصويت عن أداء واجب التصويت أو حق التصويت. أعتقد أنه هذا لم يكن متوقعا، ولكن ردود الفعل كانت سريعة وواضحة أنه معظم قادة المعارضة الآن يدعون رئيس قيس سعيد إلى الاستقالة، نظرا لأن مشروعه السياسي قد فشل وقد تخلى عنه الجميع. الحقيقة هذا المطلب هو مطلب معظم أطياف المعارضة، ولكن صيغة بجمل مختلفة وبطرق مختلفة، لكن أعتقد أنه هذا هو حق المعارضة أن تطالب بإعادة النظر في المشروع السياسي الذي تسير فيه تونس منذ 25 جويلية 21. منذ 25/7/21 الحقيقة كانت هناك تقدم في بعض الأحيان، ولكن تأخر في بعض الأحيان الآخر. بعد أشهر قليلة من هذا الاستفتاء 2 مليون مواطن من قالوا نعم لدستور الرئيس قيس سعيد اليوم يغيبون، وهذا الغياب هو غياب غريب، ولكن الحقيقة ما حدث يوم 17 أو الأمس أعتقد يعطي دروسا كبيرة للداخل والخارج على ما يحدث داخل تونس.